ما حقيقة ما أشار إليه التقرير الذي نشره معهد واشنطن وكتبه مدير برنامج السياسة العربية في المعهد ديفيد شينكر من أن العراق لسبب ما من يعني العراق أصبح ليس أولوية لدى واشنطن، ما تركته واشنطن؟ يعني هل حقيقة فعلا أن العراق لم يكن أو لم يعد أولوية بالنسبة لواشنطن؟ العراق لم يعد أولوية، وهذا لم تخفيه حقيقة الصحافة الغربية سواء في بريطانيا وفرنسا وفي حتى إيطاليا وفي الولايات المتحدة، وأنا تابع حقيقة كثير من التقارير. العراق لم يعد أولوية في السياسة الأمريكية ولا في السياسة الدولية، باعتبار أن الولايات المتحدة اليوم منشغلة بموضوع أهم من العراق. لذلك يعني لدى الولايات المتحدة مشاكل مع روسيا، مشاكل مع الصين، الصين لديها مشاكل مع تايوان، لدينا حقيقة مشاكل كبيرة دولية. لذلك اليوم مشكلة الطاقة، مشكلة الجفاف، يعني التغيير المناخي، هذه كلها مشاكل كبرى حقيقة لم يعد العراق بتلك الدرجة المتقدمة في السياسة الأمريكية من حيث أولوية أن يعطون الاهتمام. نعم لا شك أنه يعني لا يترك العراق، ولا يمكن حقيقة للسياسة الأمريكية أن تهمل ولا حتى العالم أن يهمل العراق لسبب واحد ومهم جدا، أن العراق بلد يعني من الدول المتقدمة في تصدير النفط، يصدر الحدود 4 مليون، وبالتالي نحتاج إلى هذه الكمية من النفط العالم. من هذه الناحية يكون العراق في أولوية بالنسبة للنفط. أما من الناحية السياسية فلا أعتقد أن الولايات المتحدة ستجازف مرة أخرى، وإن أشيع أنه هناك عدد من الجنود سيأتون إلى العراق ويعني مجموعة حدود 2000 ولا 4000 جندي، ولكن هذه الأخبار حقيقة ليست موثقة باعتبار أنه لم تنقلها حقيقة وكالات كبيرة، وكالات مهمة، سوى أنه هناك بعض الأخبار والتسريبات تقول أن الولايات المتحدة تريد أن ترسل هذه القوات من أجل يعني المساندة التحالف ضد الإرهاب. لكن يعني بالنتيجة العراق هو مهمة العراقيين وليس مهمة الولايات المتحدة، لا يمكن أن نعول على الولايات المتحدة ولا نعول على إيران ولا نعول على تركيا ولا نعول على أي دولة. يعني الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله بالتأكيد، هذا حمل ثقيل وهذه مسؤولية، وهذه مسؤوليتنا، مسؤولية العراقيين، مسؤولية حتى مثلا على سبيل المثال كل من زاويته احنا الإعلاميين لدينا مسؤولية، هي مسؤولية أن نخلق رأي عام باتجاه الوطن، باتجاه وطنيتنا، باتجاه التمسك بأرضنا، باتجاه حقيقة رفض كل أشكال الضغط والظلم والإهانة التي يتعرض لها الشعب العراقي. هذا واحد. من الناحية السياسية حقيقة على السياسيين أن يعون أن المرحلة صعبة، وأن هذا وطن، هذا أمانة بأيديهم، وبالتالي يجب أن يجلسوا إلى طاولة حوار. يعني أنا حقيقة وأقرأ اليوم تصريح السيد الصدر أنه لا يجالس أي سياسي ما لم يتحقق يعني إصلاح جذري أو حقيقي. إصلاح حقيقي. طيب إذا حصل الإصلاح الحقيقي فما أدت الجلوس، فما فائدة الجلوس على طاولة إذا تحقق الحل؟ إحنا نريد نجلس على طاولة من أجل أن نصل، هذه هي المشكلة الحقيقية التي يعاني من العراق. وأنا حقيقة يعني دائما أقول لا يمكن حقيقة أن نختزل كل العراق في هذه الحقبة، ولا يمكن أن نختزل العراق بهذا الصراع بين الإطار والتيار. هاي لا. مشكلة كبيرة جدا، لأن أكو ناس حقيقة، أكو الكورد وأكو السنة وأكو آخرين، يعني شنو إيش قد يمثلون الشيعة وإيش قد يمثلون الإطار والتيار، إيش قد يمثلون من الشعب العراقي؟ مليونين، 3 ملايين، 4 ملايين، 5 ملايين، إيش قد يمثلون العراق؟ 40 مليون. وبالتالي لا يمكن اختزال إرادة 40 مليون باتجاه 4 ملايين أو 3 ملايين يريدون حقيقة أن يتنازعون أو يتخاصمون على قضية ما.